وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الجنيد. مساء الخير سيد عبد الله. أكثر من نصف المهلة مرت وما زال هناك 4 أيام فقط تفصلنا عن نهايتها. ما الذي من الممكن أن تقدمها الدوحة الآن ولم تقدمها في الأيام المنقضية؟ أن تقبل تطبيق كافة شروط وبدون أي تحفظ وبأسرع وقت ممكن. نعم، ولكن المكابرة والعناد ما زالت سيد الموقف القطري، وقد يكون وصفها المطالب بأنها غير واقعية ولو بشكل مبطن قد يؤشر إلى رفضها. ما الذي تسعى إليه الدوحة الآن؟ هل هي تكسب مزيدا من الوقت لتفاوض، رغم أن على لسان وزير الخارجية السعودي أكدوا أن لا تفاوض في هذه المطالب؟ بالتأكيد قطر تحاول أن تسوق مظلوميتها كونها الدولة الصغيرة من أشقاها الكبار، وهذا غير واقعي. قطر سياسيا يعني ممثلة بأميرها الشيخ تميم بن حمد هو من وقع على تلك الالتزامات، وذلك لن يعفيها في عملية تسويف أو محاولة المماطلة أو عملية تدويل هذا الشأن الخاص الخليجي. والدول الصديقة وحلفانا يدركون أن لا مناص من قبول قطر بتنفيذ كل ما تعهدت به كتابيا. ولكن هناك أبرز ما يدور في الأذهان اليوم التساؤل، ماذا بعد انقضاء المهلة واستمرار التعنت القطري؟ ما هي السيناريوهات المطروحة في هذه الحالة؟ على ما أعتقد على الإعلام أن يقرأ أدوات السياسة المتاحة والتي معتمدة هي الآن من قبل الدبلوماسيين الأوائل وهم وزراء الخارجية للدول الثلاث تحديدا. يجب قراءة ما يمثلونه من موقف معلن، وكذلك الأدوات خارج إطار أو خارج القرف المغلقة. ما يدور في القرف المغلقة هو جزء من أدوات الدبلوماسية، ولكن ليس كل السياسة فيما يحدث في تلك الغرف. الآن نجد وزراء الخارجية وكذلك وزراء الدولة للشؤون الخارجية يمارسون أكثر أو يعتمدون أكثر من أسلوب في عملية التعبير عن الموقف الحازم. يعني أدوات التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت من جزء أصيل من هذه الأداة، وهي أداة غير مسبوقة أن يعتمد وزير مثل تلك الأدوات. هنا ما هو الفارق الجديد في عملية التعاطي السياسي مع الشأن الوطني؟ لم تعد القرف المغلقة هي كل السياسة، ويجب أن ينتبه الإعلام لقيمة هذا الفعل المضاف لي في المعادلة السياسية. نعم، أحد السيناريوهات المطروحة هو استبعاد قطر من دول مجلس التعاون إذا انقضت المهلة ولم تلتزم الدوحة. إلى أي حد ترون أن هذا الحل من الممكن أن يضع حلاً أو حداً لتمويل الدوحة للجماعات الإرهابية؟ احتواء ما تمثله قطر أو السياسات القطرية من تهديد لمصالحنا القومية خليجياً هي جزء من سياسة كبرى تعتمد هدفا واحدا، وهو إعادة الاستقرار وفرض الاستقرار. قطر أمام خيارين، إما أن تقبل بما تعهدت به أو أن ترتفع حالة الاحتواء إلى العزل التام إلى أن تقبل قطر بالتنفيذ. خروج قطر من مجلس التعاون حتى ان تقرر ذلك فان ذلك لن يعفيها من ضرورة تطبيق جل الاشتراطات، وكل تلك الاشتراطات من منظور تهديدها للأمن القومي سوف تنفذها قطر. نعم، هناك ايضا ترجيح ان ترفع الدول المقاطعة الأدلة الموجودة لديها الى احد المؤسسات الأممية. الى اي حد من الممكن ان يضع ذلك حدا لدعم الإرهاب؟ هناك بعد اخر، نحن كدول تنتمي للمجتمع الدولي مطالبين أساسا بمحاربة كل ما يمثله الإرهاب من أدوات سياسية كتنظيمات إرهابية أو تنظيمات تعتبر واجهة لتنظيمات إرهابية أو دول توفر
الرعاية السياسية أو الاحتضان أو التمويل. فبالتالي عندما نفشل نحن في عملية إنفاذ الإرادة الوطنية والإرادة الدولية، فنحن سنكون لاحقاً مسؤولين ومحاسبين أمام المجتمع الدولي. نحن نأمل من القيادة السياسية في قطر أن تعي ذلك، بأن تكون شريكاً معنا في عملية استئصال آفة الإرهاب. ولكن عندما يتخذ ذلك القرار، وهناك عدة قرارات تصاغ الآن وسوف تقدم إلى مجلس الأمن، عندها سنكون مجبرين انصياعاً للإرادة الدولية أن نكون شركاء في عملية فرض تلك القرارات. بالتأكيد. الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الجنيد، شكراً جزيلاً لوجودك معنا. شكراً.